أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تمثله جمهورية مصر العربية الشقيقة من عمق استراتيجي للأمة العربية، أكدته مواقفها المشرفة تجاه كافة القضايا العربية. نوه صاحب السمو الملكي ولي العهد بأن علاقات البحرين ومصر المتميزة هي محل اهتمام ورعاية دائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والعمل على تطويرها والدفع بها قدما نحو مجالات تعاون جديدة وواعدة. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في قصر القضيبية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، حيث رحب سموه بفخامة الرئيس والوفد المرافق معربا عن تقديره واعتزازه بمواقف جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي والداعمة لمملكة البحرين وجهوده في ترسيخ أسس التعاون المشترك بين البلدين. كما أشاد سموه بما تطلع به الشقيقة مصر من دور ريادي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي، مؤكدا على ما تمثله مصر من دعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على دعم البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر الشقيقة في سبيل حفظ أمنها واستقرارها بما يعود بالنماء والازدهار على مصر وشعبها الشقيق. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع أخيه فخامة الرئيس المصري عددا من المواضيع المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة عشاء على شرف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة والوفد المرافق.